بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أسرة جامعة حاسبان بن بوعلي، أساتذة وطلبة وعمال، مرحبا بكم. أستغل هذه السانحة لأعبر عن مدى شكري وامتناني لنجاح السنة أو الموسمي الجامعي الفاضل. تكللت جهودنا بالنجاح والتوفيق وكذلك الوصول إلى مراتب مشرفة. نذكركم بترتيب جامعة الشلف العام الفارط كانت في المرتبة 42، أما اليوم فهي في المرتبة 14. هذه النجاحات كانت ثمرة مجهوداتكم وكذلك تفانيكم في العمل. أستغل اليوم هذه الفرصة كذلك لتجديد العهد وكذلك المواصلة على جهودنا في تطوير جامعة الشلف بمشاركتكم الفعالة والإيجابية. أعلم أسرتي الكبيرة أسرة جامعة حاسبان بن بوعلي أن جامعتنا اليوم تعززت بمرافق جديدة. أذكر على سبيل المثال للحصر قطب الحسنية الذي يعتبر مدينة جامعية متكاملة. انتقلتا كليتين إلى قطب الحسنية، كلية العلوم الاقتصاد والتسيير وكذلك كلية التكنولوجيا. جدير بذكر أن هذه المدينة الجامعية مزودة أو بها أو يتوفر بها إقامتين، واحدة للذكور وأخرى للإناث، كل إقامة بها قاعات متعددة للرياضات. أغتنم هذه المناسبة بأن أعلم أو أخبر أسرتنا الجامعية بإذن الله تعالى أن قطب أتنس معهد تقنيات البحر أنه سيفتتح ويكون حيز الاستغلال هذا العام. جدير بالذكر كذلك أن هذا المعهد الذي سيكون له الأثر الإيجابي في خلق شراكات اقتصادية مع محيط الاقتصادي لمدينة تنس وخصوصا تربية المائيات وكذلك تهيئة الإقليم. كذلك أنوه بجهود مدير خدمات الاجتماعي لجامعة ولاية الشلف إن شاء الله بتجهيز كذلك الإقامة الجامعية بمدينة تنس التي سوف ترفع الغبن وكذلك ستكون حلا طارا وكذلك حلا لرفع العناء وكذلك لخلق جو مريح للدراسة. إذن كل الظروف مهيئة وكذلك كل الجهود ميسرة ومخيرة وكذلك هدفها إنجاح هذا الموسم. إذن التحديات كثيرة، لكن يجب علينا كذلك أن نكون على قدر المسؤولية والوعي بأن التحديات يلزمها من الجهد والعمل الكثير. أمامنا عمل كبير وهو إنجاح الدخول الجامعي في ظروف حسنة وبطريقة سلسة وكذلك أن نتشارك ونتعاون للخير وكذلك لتطوير جامعة حاسبان بن بوعلي. كل الوسائل متاحة ولم تبخلنا الدولة الجزائرية بتوفير الهياكل وكذلك الوسائل. إذن مرحبا بكم مرة ثانية وكذلك أتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهامكم النبيلة. أتمنى لطلبتنا النجاح ولأساتذتنا كذلك التطور والتفوق والرقي. بارك الله فيكم وشكرا.